بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مساء الخير يا بنات، كيفكم؟ والله الصراحة صراحة اشتقت لكم واشتقت للقناة واشتقت للفيديوهات. كيفكم؟ إن شاء الله كلكم طيبين وكلكم بخير وعافية. بنودات السودان طمنونا عليكم، إن شاء الله الوضع راك شوية. وكيف الأحوال في مدني؟ والحاصل سمعنا إنه خلاص في بشارات خير، يعني ان شاء الله الايام الجايه كلها تكون خير يا رب العالمين. طمنونا عليكم في الكومنتات. انا طبعا الايام دي مطوله من الفيديوهات، قبل كنت عملت لكم كان فتحت لكم بس مباشر بس عشان اغير لكم مود، اغير لكم جو شويه. معانا شايفين البنوت العسل دي لقيت نهضه، لقيت بنتها، لقيتهم كان في القريه العالميه، سبحان الله. مع ان انا ما بعرفها لكن انبسطت جدا، انبسطت جدا بشوفتهم. ما بس احنا لانه في اجازة والفترة دي كلها الاولاد ما طلعوا، فقلنا خلاص نمشي نغير لهم جو، وبالمرة كلنا نغير جو يعني. فحبيت بس اليوم انزل لكم مقاطع كده من القرية العالمية، المقاطع صورتها لكم، مقاطع صغيرة ان شاء الله باذن الله، لانه يعني عشان طالعة مع العيلة والاولاد طبيعي معاي وكده، فما يعني ما قادرة أمنتج لكم الفيديوهات كويس، لكن بإذن الله أول ما أرجع أبو ظبي هرجع أمنتج لكم. ويمكن الكلام ما يكون مرتب، لكن الناس اللي حابين يمشوا أو الناس اللي حابين يستمتعوا أو يعرفوا عن القرية العالمية أكتر بإذن الله حكلمكم. وكمان إن شاء الله برضو ناوية أنزل لكم فيديو عن الشقة، أو هو شقق فندقية يعني، تمام؟ حوريكم التفاصيل وان شاء الله لو حابين اعمل لكم جولة في الشقة واصور لكم هي كيف والمميزات اللي فيها، واكتر شيء عجبني فيه، وان شاء الله برضو ما عندي مشكلة. اكتبوا لي في الكومنتات انتوا عاوزين شنو وحبابكم. بالنسبة للناس اللي قالوا انتوا قاعدين برا ما حاسين بالسودان، والله يمكن نحن بالعكس نحن حاسين بها، ويمكن اكتر من الناس الموجودين في السودان، لكن احنا هل في يدنا شيء غير الدعاء، غير انه نحن ندعي لهم؟ والله ما عندنا شيء في يدنا، ولو كان في شيء اكيد ما كنا حنقصر. وهو الواحدة شغالة بتشتغل في الغناء او اللي بتشتغل في غيره او في غيره وغيره، اكيد اكيد الاولوية كل الناس خاتينه لأهل لناس السودان يعني. فما تفتكروا انه نحن ما زعلانين، بالحاصل بالعكس والله زعلانين وشايلين هم اهلنا. وتعالوا شوفوا البنات اللي في جروبات الفيس، البنات المغتربات الجروبات الفيس قلبهم واجعهم كيف على الحاصل في البلد. المهم ربنا يصلح الحال. انا هنا حبيت اوريكم اول ما مشيت دبي، تتذكروا المرة اللي فاتت المطعم اللي حكيت لكم عنه، فكان لازم نزوره طوال. بس مشينا تاني المطعم، هو مطعم لبناني، كان عملت لكم ريفيو عن المطعم. المرة دي برضو مشينا. اصلا احنا اللي سبب اللي خلانا نجي هنا شنو، انه الاولاد بيحبوا المسبح، واولادي عشان الناس ما تفتكر يعني مثلا اولادي اول حاجة، او عامة الاولاد المغتربين ديل كلهم ما بيشوفوا الشمس، ما في شمس، فجسمهم بيكون مكسي فيتامينات دائما. احنا في المستشفيات بسبب انه هم ما بيشوفوا الشمس، فمن فترة لفترة لما نلقى فرصة او ابوهم يكون في اجازة فبنضطر نجيبهم هنا عشان مرة منه يعني يغيروا جو، ومنه اسمه شنو ده يتشمسوا يعني، تمام. هنا حابة اوريكم القرية العالمية، صراحة 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 رهيبة. اول شيء اول ما دخلت انا شفت اعلان انه فتحوا اول مرة في القرية العالمية مطعم سوداني زهل مشاوي. بسم الله تبارك الله، بنوتة اسمها هديل، هديل اخت هديل، منو اسمها هديل المهندس، اختنا شهد المهندس، الاعلامية شهد المهندس، ربنا يبارك لها في رزقها ويوسع عليها. اول مرة مما بدوا اصلا برنامج القرية العالمية تقريبا اول مرة يعملوا فيهم مطعم سوداني. مشينا عندها وجربنا حاجاتها رهيبة، حتى صورت لكم المينيو بتاع المطعم حقها. المهم الوحدة بتكون مبسوطة شديد لما تلقى، كمان انا بالمناسبة انبسطت اكتر لما شفت الناس او الاجناس التانية بواقفين وبيطلبوا منها، وما شاء الله هي شغالة واقفة بنفسها يعني فوق شغلها. احنا مشينا بدري زي الساعة 3، هو بيفتح الساعة 4 في مدخلين، مدخل الفي اي بي وفي مدخل العادي. فاذا الامر مثلا سهل بالنسبة لك ممكن تعمل تدخل بالفي اي بي عشان تسهل عليك الوقت. هذا مطعمه زول مشاوي زول عسل تبارك الرحمن، ربنا يوفقه يا رب العالمين ويوفق كل المجتهدات يا رب. اخذنا منها كان عصاير كركديه وعرديب عاملاه مثلج، وعندها المشاء الشية، وعندها
أقاشي ما شاء الله شغالة، يعني حنيت عليها، لو كان في يدي شيء كنت دخلت ساعدتها، مسكينة تعبانة يعني في اللي اسمه شنو، بتوزع الأوردر، بتساعد الزول اللي معاها، الله يوفقها يا رب العالمين. ده المنيو حقها أسعاره كده، هو عامة القرية العالمية عامة الأسعار صراحة لو دايرين الصراحة أوفر أوفر شديد. أنا أول ما دخلت مشينا الركن، هو طبعا كل الدول بتكون عاملة أركان، يعني مشينا الركن السوري، دخلت كده عادي أيما العبايات الرهيبة، وكان شفت الجلبابات الفظيعة، دخلت مشيت طوال تنقش 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 خاشة، قلت له لو سمحت أنا عاوز العباية دي، العباية دي بكم؟ العباية قال لي 550 درهم. نعم 550 درهم، الأسعار هلامية صراحة. وأحلى شيء يا جماعة سبحان الله، الركن الأفريقي في الحبش وفي السودانيين وفي 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 الحبش، عاملين جنس أجواء جنس أجواء. الفيديو الجاية الفيديو الجاي إن شاء الله عفوا الفيديو الجاي حصور لكم الركن اللي أنا الركن الحبشي، صورت منه حاجات أكلتها وحاجات رهيبة كده، حصور لكم هنا الأولاد طبعا اللي معاه أولاد، وماشي القرية العالمية الله يكون في عونك الله يكون في عونك. هذا الركن اللي أنا دخلت فيه وقالوا لي العبابة 550. عموما هو في العامة حلو شديد، بس يعني عشان أكون واضحة معاكم للناس اللي حابين يمشوا سواء كان من أبو ظبي أو من أي إمارة تانية، الأسعار عاملين إنه السنة دي أوفر شديد. ما عارفة يعني مثلا السندوتشات، يعني السندوتشات يعني بطاطس بس ب25 درهم، بطاطس مقلي عادي ب25 درهم. هنا كان حبي أنا برضو المرة فاتت لما مشيت كنت عجبني شديد القهوة اللي بيعملوها على الرمل، يعني بما انه انا ما قاعد اشرب القهوة الفترة دي برضو قلت لي محمد انت لازم تشربه، لانه الريحة يا جماعة ريحة القهوة خرافية. انتوا بتعرفوا السوريين والاردنيين والفلسطينيين ما شاء الله القهوة اصلا قهوتهم، يعني بيعملوا قهوة رهيبة، وبيقدموا مع اللي هو بيكون بيقول على شنو البقلاوة وكذا احنا بنقول عليه والباسطة، حاجاتهم عموما حلوة. والاماكن كثيرة طبعا، اي دولة عامل اللي هو فاتح يعني فاتح ركنه، الكويت، عمان، افريقيا، مصر، ومصر عادية يا ام الملابس، الملابس ما رهيبة سبحان الله. برضو مصر يعني انا اصلا كل ما امشي كنت بمشي ما اسمه الجناح بتاع مصر عشان يشتري منهم الجلاليب المصرية، كانوا بيعملوا دائما العروض اللي هو 3 جلاليب ب100، هسي عاملين الجلابية الواحدة ب60 درهم، يعني حتى موحدين الاسعار، يعني كل المحلات بيقول لك اسمه شنو، لا احنا موحدين الاسعار، الجلابية ب60 درهم. احنا حبينا نجرب اللي هو الباسطة التركية والبقلاوة التركية، حلوة طبعا رهيبة يعني. يلا نمشي للجناح الكوري الجناح الياباني، ودول عندهم ملابس بتاع أطفال خرافية صراحة، ملابس الأطفال عندهم روعة، والأقمشة ممتازة، وعندهم فساتين رهيبة. يلا نجي للفساتين، الأسعار بتاعت الفساتين 250 درهم، 300 درهم كده، يعني حاجاتهم غالية. ونفس الفساتين مشيت الليلة كان في السوق الصيني سوق التنين، لقيت الجلالي اللي هم بيبيعوا ب300 هناك ب100، يعني في السوق الصيني ب100. فممكن انت تمشي يعني في اللي اسمه شنو ده في القريه العالميه، تمشي محلات الملابس والمحلات دي تتفرجي تمام، وتشتري الملابس والحاجات دي. تقريبا انا شايفه الاسعار في السوق الصيني اهون، يعني انا دبي ما بعرف الاسعار كتير في دبي، وما بعرف الاسواق يعني في دبي كيف، احنا يعني زي ما بيقولوا صابينها في ابو ظبي وحافظين ابو ظبي. ان شاء الله ناوي امشي على الامارات الشماليه، يمكن ان شاء الله يمكن لو ربنا سهل بكره اذا لقيت فيه حاجه يتصور اكيد حصور لكم. الليله صورت لكم برج خليفه وحوالين البرج، بس ان شاء الله في الفيديو الجاي مع الركن الاثيوبيين تقريبا المصريين. هنا صورت لكم ما عارفه مين في السناكات، هو عباره عن مكان بتاع اكل 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 اكل، تاكلي يعني خطوه تاكلي، الخطوه الثانيه تمشي، الخطوه الثالثه تاكلي. المطاعم كثيرة يعني ما أعرف أقول لكم شنو، لكن الأحلى أنا حسيت إنه عاملين شنو، عاملين اللي هو الجلسات، يعني في ساحات عاملين جلسات، الجلسات دي تقريبا إيجار، بتأجري كأنك أنت ماشية الحديقة، بتدفع المبلغ وبتمشي تقعدي مع أسرتك. الحاجة دي حسيت بها كويس، ليه؟ لأنه شايفة الأسر جايبين حاجاتهم، جايبين سناكاتهم من البيت، جايبين شاي، وجايبين
وقاعدين مع اولادهم هناك، يعني اولادهم بلفوا بتفرجوا بيجوا راجعين عندها ليهم في المقاعد. حسيت ان يعني ده الشيء المناسب العاملينه، يعني بالنسبه للاسر الكبيره ما شاء الله عندهم اطفال وكذا. والالعاب ما شاء الله، تعالوا اقول لكم اسعار الالعاب ما شاء الله. اذا انت عندك اطفال، اللعبه ب40 درهم. في العاب العاديه بتاعت الاطفال الصغار، اما لكن الاطفال الكبار اسعار اوفر. وتعالوا شوفوا الزحمه، زحمه اللي قلت المكان ده داير له واحده في الشهر التاسع تيجي يومين ورا بعض، اليوم الثالث جولة طوالي من كثرة ما انت بتمشي. حبيت اصور لكم من فوق لكن من الزحمه لا قادره اصور زي الناس ولا قادره امشي. المهم كانت تجربه حلوه، لو سألتوني حتكرريها يا دلال؟ من غير الأولاد كنت حكرره عادي ما عنده مشكلة. بتمنى يا بنات الفلوق يكون خفيف عليكم، بس حبيت أطلع عليكم وأسلم عليكم وأجور أغير لكم مود شوية من جو التنشن اللي احنا فيه الأيام اللي فاتت. بتمنى الفيديو يعجبكم وما يكون طويل عليكم أو يكون صغير عليكم. حد ما أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.